دليل التنصير، المؤلف ربا داود مجيد قعوار. جميع الحقوق لهذا الكتاب محفوظة، يرجى عدم الاقتباس أو النشر أو التصوير أو وضع أي معلومات من هذا الكتاب على الشبكة العنكبوتية إلا بإذن شخصي من المؤلف. الفصل الثاني، ردا على رسالة الخلاص. الرد على المعتقدات المسيحية من القرآن والسنة، الرد على شبهات العقيدة. الجزء 26، كلمة الله هل تساوي الله؟ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذا في سورة النساء 171. فيقول المشككون: بما أن المسيح كلمة الله وكلام الله ليس بمخلوق، فهذا معناه أن المسيح ليس بمخلوق، أي أن المسيح أزلي، أي أنه الله، لأن كلام الله من ذات الله. كذلك يقولون بالنسبة لروح الله، فيدعون أن الله روح كما ورد في إنجيل يوحنا وأنها من ذات الله. فإذا كان المسيح هو روح الله أي من ذات الله، فإذن هو الله. والجواب على هذا بأن مصطلحا كلمة الله وروح الله هما اسما تشريف للمسيح، فكأنما نقول بيت الله أو ناقة الله أو رجل الله، فهل هذا معناه أنهم الله أو من ذات الله؟ أبدا، وإنما الله كرم هذه الأشياء باسمه الأعظم لأنها تتعلق بدينه الإسلام، فزادها شرفا بهذا الاسم. ثانيا، إن كلمة الله في هذه الآية الكريمة تعني كن فيكون، فإن الله خلق المسيح في رحم مريم العذراء بكلمة، وهكذا خلق الله الكون. فمثلا في التكوين 1:3 يقول: وقال الله ليكن نور فكان نور. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا في سورة آل عمران الآية 59. فيشبه الله عز وجل المسيح بآدم عليهما السلام، فكلاهما مخلوقين وكلاهما من تراب، فإن آدم والمسيح جسدهما يتحلل ويعود إلى التراب، وكلاهما قد خلقا بكلمة من الله وهي كن. ثم إن الله قد كرم عيسى عليه السلام باسم كلمة الله، كما كرم الأنبياء الأخرى بأسماء أخرى، كموسى عليه السلام كليم الله، وكإبراهيم عليه السلام خليل الله، وكمحمد عليه السلام خاتم النبيين، وهكذا. ثالثا وأخيرا، إن المسيح أسمي روح الله لأن الله نفخ فيه نسمة الحياة ليحييه في رحم مريم العذراء، كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وهذا في سورة الأنبياء الآية 91. كما أن الله عز وجل يقول في كتابه عن المسيح أنه روح منه، أي الروح من الله، ولم يقل روحه، فهو روح من الله وليس روح الله، أي من ذات الله عز وجل.